اهلا بحضراتكم من جديد. وزي ما قلنا قبل كده ان طبعا بتبقى احسن لحظه لينا كبرنامج الابطال وهو تكريم الابطال. كابتن محمد مصلح حميدو يعني نجم من تراث فريد، لاعب ومدير فني، والحقيقه زي ما قلنا قبل كده ثلاث صفات اللعيبه بتحبه وتخاف منه وبتحترمه، وقبل ذلك النواحي الفنيه. يمكن يا كابتن صعب الانجاز ده يعني حد يحققه وانت تعبت حتى اللهيج بعدك؟ والله الحمد لله، مش عارف اقول ايه، بس يعني مجهود سنين الحمد لله حد بيجنيه، ويا رب يا رب دايما نكون عند حسن ظن جمهور النادي الاهلي. الواحد دايما يعني بيرفع، يعني مش عارف اقول له ايه، جمهور النادي الاهلي يا كابتن، يمكن انا مستفيد من النادي الاهلي، اللعيبه مستفيده من النادي الاهلي، اداريين مستفيدين من النادي الاهلي، لكن جمهور النادي الاهلي اللي بيدفع التذكره، اللي بيقف في عز البرد وبينام على الرصيف عشان ياخد تذكره يروح ماتش كوره، جمهور النادي الاهلي مات عشان خاطر النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي مات عشان خاطر النادي الاهلي. هو ده يعني محمل لنا طبعا مسؤوليه كبيره جدا. اتمنى ان الفرقه تكون عند حسن الظن دايما، و يعني ان شاء الله مبروك لجمهور النادي الاهلي ومجلس ادارته، وان شاء الله مزيد من الانتصارات اكيد ان شاء الله. واحنا دايما هنفضل داعمين ليك يا كابتن ومنتظرين منك البطولات، والحقيقه دي يعني اقل حاجه نقدر نقدمها ان احنا نحتفل مع حضرتك، وان شاء الله تبقى عاده ما تتقطعش باذن الله. يلا بينا يا كابتن. يعني اتمنى ان حضرتك انت بقى اللي تقطع النهارده، انت العريس وانت عايز اقطع ابو زينه فين؟ كابتن خالد هيزعل منك كده. بسم الله، اتفضل يا كابتن. ألف مليون مبروك يا كابتن، ألف مليون مبروك لطبعا لحضرتك واللاعبين والمجلس الإدارة والجمهور النادي الأهلي، حاجة تشرف. ويعني لا نملك غير أن نقول لكم يعني كملوا مشواركم وإحنا معكم إن شاء الله بإذن الله. وأنا بشكر مجلس الإدارة على بصراحة على كل الأدوات اللي الواحد بيستخدمها واللي جابها على كل حاجة، والكابتن رؤوف بمنتهى الأمانة يعني الراجل واقف معانا ومع كل فرق النادي وبيبذل مجهود كبير جدا، بشكره وبشكر النشاط الرياضي كله الحمد لله، ويا رب دايما في انتصارات. اكيد نورت الدنيا، وبشكرك كابتن محمد مصلح على وجودك معانا، والف مليون مبروك ان شاء الله. ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين، انتظروا طبعا بعد برنامج الابطال في برنامج البيت الكبير مع زميل طبعا هاني رمزي وايضا سهام صالح، هيكون معنا ابطال ايضا الالعاب الاخرى، فريق السيدات كره الطائره، سيدات كره السله، وايضا رجال الكره الطائره، هيكونوا معنا مكملين سهره النهارده كبيره مع الانجازات الكبيره للالعاب الاخرى. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وانتظرونا في حلقه جديده وبطل جديد مع الابطال.